بحضراتكم من جديد وسريعا ندخل في التشكيله. تشكيله الجونه النهارده كابتن اسماعيل تشكيله يعني تعتبر ثابته بعض الشيء. الراجل المركز قوي كابتن رضا انه عايز ياخد الثلاث نقط لانه زي ما كابتن طارق قال يفرقوا معاه مراكز كتير. الحقيقه رضا هو عامل موسم طيب جدا هي. خصوصا ان هو غاب منه بعض اللعيبه المؤثره جدا زي سيرجي اكا وحمدي. طب وانما هو في وضع مميز برضو بالنسبه للامكانيات الموجوده في الجدول وقادر يعمل فرقه كويسه واعتقد ان هو السنه الجايه هيبقى في صوره افضل. الغيابات النهارده نجيب وعمرو بركات وعربي بدر لكن هو التشكيله تقريبا ثابته ويلعب النهارده ان هو يحسن من مركزه ثلاث نقاط عكس ام بي بعد فوز الاتحاد خلاص يعني كده لو حتى فاز هيبقى في السادس او في السابع. والحقيقه انا عايز اشكر الكابتن حلمي طلال لانه عامل فرقه صغيره في السن وعامل فرقه محترمه ليها جدا ليها مستقبل كبير الحقيقة. امكانيات المدير الفني واضحه وبصماته واضحه داخل الفريق. بتفق معاك جدا كابتن حلمي. بقى عامل تشكيله النهارده تقريبا كلها شباب صغيرين قدم لنا اسامي كويسه قوي في الكره المصريه واعتقد ان هيكون ليهم شان السنه الجايه. هو بس مغير اعتقد ان اثنين بس نزلوا على الماتش اللي فات بتاع المصري. مصطفى دودار بيلعب مكان كريم فؤاد ومهاب ياسر مكان محمد شريف حتحط. هو زي ما كابتن اسماعيل قال هي كابتن حلمي عامل يعتبر يعني انجاز بفرقه ام بي فرقه للسكواد لعيبه كلها صغيره ما فيش الا اثنين ثلاث لعيبه اللي نسمع عنهم في الدوري لكن ولكن ان هو يبقى في المركز السادس ده اعتبر ان هو انجاز كبير لكابتن حلمي وده ليه اسباب ان كابتن حلمي من الشخصيات القويه اللي بتبقى اي لعيب بينزل في الملعب بيمشي بيلتزم جدا بتعليمات بالظبط.